نزل يا ابني من غير اسم. انا شاب عندي 51 سنة، عايش مع ماما، اعزب. مشكلتي ان انا معجب ببنت انمي. انا بتفرج على انمي من وانا عندي 5 سنين. الانمي بالنسبة لي حياتي التانية. مجرد بس ما بفتح حلقة بلاقي كل الحلقات بتكرر نفسها، ممكن اخلصهم كلهم عادي في نفس اليوم. افتكر مرة وانا صغير كان عندي امتحان تاني يوم الساعة 9 الصبح، وقعدت اتفرج بالليل على انمي. قعدت اتفرج لحد الساعة 12 تاني يوم، ونسيت اصلا ان انا عندي امتحان. بتفرج على حاجات زي وان بيس، ديس نوت، بنتن، طبعا الهنتاي. بتعصب جدا لما حد بيقول لي ايه الكرتون اللي انت بتتفرج عليه ده، انت ما كبرتش ولا ايه؟ اولا اسمه انمي مش كرتون. ثانيا لو حد قال لي تاني ان هو كرتون هزعله جامد. البنت اللي بكراش عليها اسمها نامي، هي من انمي وان بيس، بحبها تقريبا من وانا عندي 10 سنين. مش قادر اتخيل فكرة ان هي يعني فعلا ممكن تكون يعني حاجة فيرتشوال مش موجودة في الحقيقة. مش قادر اتخيل الفكرة دي. عندي امل ان انا في يوم من الايام التكنولوجيا هتتقدم وهقدر ان انا اتجوزها. كنت في المدرسة ما كنتش بعجب بأي بنت معايا في الفصل. لما دخلت الجامعة برضك ما عجبتش بأي حد. البنات ال 2D أحسن 100 مرة من البنات ال 3D. مش عارف أعمل إيه بجد، حياتي بتتدمر، مش قادر أساعد، مش قادر أعمل حاجة.